طبعا من ضمن النشاطات شوف الدكتور الحسيني، طبعا يوقع على كتبه ايضا من ضمن دار الغوثاني للدراسات القرآنية. ايضا يوجد نشاط للخط مثل ما نشوف، خطاط محمد عادل ابو شعر. كيف الحال؟ اهلا وسهلا استاذنا، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله خير، الله يبارك فيك. طبعا هذا هو جناحنا مثل ما تعرفون. الان لدينا ضيف يقوم في من يعتبر انا زمان دارس يا رب هذا الرسم معروف بالدقة، فمثل ما تشوفون هنا عندنا لوحة ورسمة هذا الشكل معي تقريب. شوف التقريب والدقة. الدقة طبعا هاي بقلم خاص، يعني شوف حتى الظل اللي موجود. هاي ايده وهاي من هي رسم بالفرشة، نفس الفرشة اللي يشتغل عليها. شوف ايضا تخطيط سوي تقريب على تفاصيل هاي الرسم. شوف هنا جناحنا من أعمال محمد درويش خشان من طلابنا المتميزين، لوحة جمالية وفكرة متقلب الود لا يؤتمن. نشوف تقلب حرف القاف ايضا من طلابنا نسيمة. طبعا من ضمن نشاطات المعرض ما نشوف نشاطات الاطفال مثل ما تشوفون، نشاطات نشوف هنا نشاطات الكتابة. نشاطات المعرض مثل ما نشوف دور النشر النشاطات، نشاطات الشطرنج، ألعاب الشطرنج. طبعا هنا جناح خاص لأرسكة مثل ما نشوف، فهنا اكو كتب مطبوعات أرسكة معظمها بشكل عام وبها كراسات او كتالوجات مسابقة أرسكة. طبعا هو رقم الجناح اي 58، فمثل ما نشوف
الكتب اللي موجودة، مثلا عن المصحف الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب، المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان. مثل ما نلاحظ، وأيضا نشوف المصحف كيف المصحف الشريف وهو منسوب لسيدنا عثمان بن عفان، نسخة طبقة في سراي لأرسكة. مثل ما نشوف طبقة نسخة مصحف كامل، طباعة فخمة. وأيضا لدينا كتالوج كبير لمسابقات أرسكة في فن الخط من تاريخ 86 إلى 2016 بمعظم اللوحات، مثلا لخط التعليق، لخط النص تعليق، وموجود النص والفائز علي مقارن عسكري مثلا، لخط النسخ مثلا خطاط جمعة حماحر من سوريا. شوف العمل بعد مسابقة أرسكة تم تذهيب العمل بشكل عام تام، وكانت مسابقة في 2007 طبعا من أهم مسابقات فن الخط العربي. شوف لوحة ديوان الجلي لعبد الرحمن دبلر، من اللوحة الفائزة المركز الثاني، كما عبد الصمد محفاظ بقية الخطاطين. وأيضا يوجد كتاب للدكتور محي الدين سيرين، تاريخ وفن الخط. طبعا هذا من الكتب المهمة، مدارسه ورواده، وهو في الخط باللغة العربية 3 أجزاء، كتاب مهم جدا أنصح به. وأيضا لدينا كتالوكات أرسكة، مسابقة أرسكة، بما أننا شفنا الكتاب الثاني. مثلا لدينا كتالوج خطاط شوقي وبدوي الديراني، مير عمان، حافظ عثمان، سيد إبراهيم، والشيخ حمد الله الأماسي. يعني كتابات وإنتاجات أرسكة معروفة، مثلا كتاب القدس من خلال صور تاريخية، كتاب أرشيفي مصور، كتاب حلو طبعا، موجود في المعرض أي 85.